بداية يعني كي نوجه تحية للمرأة المغربية اللي في الحقيقة قطعت أشواط يعني في داخل المجتمع المغربي على جميع المستويات، رغم يعني الثقافة ديال التمييز داخل المجتمع ورغم الحقرة في الحقيقة اللي كيعيشوها النساء المغربيات، تمكنت أنها تبدتها وأنها تحقق نجاحات باهرة في العديد من المجالات. بالنسبة يعني منذ دستور 2011 إلى الآن، منذ يوليوز 2011 إلى الآن، شنو اللي تغير في الواقع ديال المرأة المغربية؟ هو في الحقيقة نقدر نقول لك بانه ما كاينش النوع ديال التغيير اللي كنطمحوا ليه يعني داخل الحركه النسائيه الديمقراطيه، لان احنا بالنسبه لنا الاهداف ديالنا هو تحقيق المساواه والقضاء على التمييز بين النساء والرجال في جميع المجالات. هذه المساله اللي كانت واضحه في الدستور، يعني الفصل 19 المساواه في الحقوق المدنيه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه والبيئيه، وكذلك يعني جميع مظاهر والحظر ديال التمييز اللي كاين في الدستور، والحقوق الاخرى، الحق في الصحه، الحق في التعليم، واحد المجموعه من الحقوق الكونيه. فبالنسبه للمغرب عندنا ارقام، عندنا احصائيات بالنسبه للتعليم والنسبه ديال الاميه اللي هي مازالت مستفحله الصفوف ديال النساء ديال الفتيات، كذلك الهدر المدرسي اللي اساسا مستفحل الصفوف ديال الفتيات ولعده اسباب. وبالنسبه للمناطق النائيه او المغرب المهمش، كنعرفوا بان البنيه التحتيه والمدارس البعيده ووسائل النقل والامكانيات الماديه تحرم الفتيات من الحق ديالهم في التعليم، يعني الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، حتى على مستوى الوضع الصحي، فين احنا من الحق في الصحه؟ لا بالنسبه للمستشفيات ولا بالنسبه، يعني هذا الولوج الى الصحه في حد ذاته اللي هو صعب جدا بالنسبه لجميع المواطنين وخاصه بالنسبه للمواطنات. والدليل على ان المغرب رغم المجهودات الكبيره اللي دار من اجل خفض نسبه الوفيات بالنسبه للامهات الحوامل وعند الولاده، راه باقي يعني فرق كبير ما بيننا وما بين الدول المتقدمه، الدول الاوروبيه وكندا وامريكا والدول الاسكندنافية، باقي عندنا يعني الفرق شاسع. ايضا التمثيليه السياسيه للنساء لا على مستوى الهيئه الدبلوماسيه، لا على مستوى يعني التمثيليه في البرلمان، لا على مستوى يعني التمثيليه داخل الحكومه، لا على مستوى يعني المسؤوليات الحكوميه والمسؤوليات الكبيره بالنسبه ديال النساء بقى مترديه. اضف الى ذلك يعني العنف ضد النساء واللي متفشي يعني بكثره، وان الدراسه لا البحث الوطني الاول اللي دارت المندوبيه الساميه للتخطيط ولا البحث الوطني الثاني اللي دارته ايضا المندوبيه الساميه للتخطيط واللي كانت عطات فيه نتائج اوليه في انتظار ان تعطي النتائج النهائيه، تاكد ارتفاع النسبه ديال العنف وخاصه العنف الزوجي، وان نسبه قليله من نساء الضحايا هن اللي كيتوجهوا للقضاء، بحال في البحث الوطني الاول 3% من الضحايا، وحتى هاد 3% اللي كيوجهوا للقضاء راه كاين حالات اللي كتكون فيها البراءه، كاين حالات اللي ما كتمشي المتابعه اصلا، كيكون الحفظ ديال الملف. اذا هذا الحق في العداله والحق في الولوج الى العداله غير متاح للنساء. هذه هي الوضعيه ديال النساء. مدونه الاسره، شوفوا التطبيق ديال مدونه الاسره، ملي كيكون حمل خلي فتره ديال الخطوبه، هذه كان فيها تقدم في مستوى مدونه الاسره، انا ما كيتمش الاعتراف بالنسب ديال الطفل، ولو ان يكون الامر يتعلق باغتصاب ويكون اعترف، وتكون حتى يعني الخبره الجينيه نادرين اكدت على انه الابن ديالو كتبقى دائما المسؤوله عليه الام، يضرب به، تنفق عليه، تصرف عليه، هي اللي تداويه، هي اللي تقريه، هي اللي كل شيء. كذلك يعني الاحكام ديال النفقه المبالغ هزيله، كاين مشكل يعني في التنفيذ، صندوق ديال التكافل العائلي، ان يعني حتى الانتظارات اللي كانت والميزانيه اللي دارت لان ما تستنفذاتش، علاش؟ لان المساطير صعيبه اولا، ثانيا ما كاينش التوعيه، ما كاينش التحسيس به، وبالتالي ما كيمشيوش ليه النساء.
تطليق الشقاق اللي كان حق ديال المرأة تم معاقبتها بحيث أن كان قرار ديال مجلس أعلى واللي حرم المرأة يعني عاقبها على تجرؤها على طلب التطليق، وأنا لا طلب التطليق ما عندهاش الحق في المستحقات، خاصة ما يسمى بالمتعة باقي الباقة كتعطى الإذن بالتعدد. الكارثة الكبيرة، الكارثة الكبيرة هي تزويج الطفلات، بحيث أنا تقريبا ما بين 15-16% من الزيجات هي ديال القاصرات، وكاين جمعيات اللي وقفت على واحد الواقع، واحد الواقع يعني يدمي القلب، ماشي غير يدمي العين ولكن يدمي القلب، ديال فتيات ديال 7 سنوات كيتزوجوا وبدون عقود، كتلقى 10 سنين 12 عام انها انجبت، والزواج بدون عقد يعني بالفاتحه وهلوم جرى. يعني ها هو الوضع ديال النساء، ومشينا للعالم القروي ومشينا للجبال، يعني كاين المصيبه اعظم. صحيح ان يعني على المستوى التشريعي كاين اصلاحات تشريعيه، ولكن ديما كنعيشوا كنبقاو نعيشوا واحد المفارقه ديال ما بين كنزيدوا قدام وكنرجعوا للور، كنزيدوا قدام وكنرجعوا للور، علما بانه على المستوى السوسيولوجي المرأة راه غادا تقدم، وراه ما يمكنش يستحي نرجعوا للور. الدليل على ان النسبه ديال التفوق ديال الفتيات اكثر من الاولاد، ان كاين بعض الشعاب بعض التخصصات وبعض التخصصات في الدراسه بحال الطب بحال بزاف الحوايج فيها الفتيات اكثر من الفتيات. كاينه مهن اللي فيها النساء اقل ارتكابا للاخطاء المهنيه، طيب في العديد يعني من المهن كيكونوا النساء في هذه المهن وهن اقل ارتكابا للاخطاء المهنيه. هذا هو الواقع. واش كتواكبوا سياسات عموميه في هذا الاتجاه؟ طبعا لا. واش كتواكبوا تشريعات؟ مدونه الاسره الان اصبحت متجاوزه، خصنا تغيير ديال مدونه الاسره. الفصل 49 اللي كيتعلق باقتسام الممتلكات، عديد من الدراسات دلت على ان ذاك الفصل كيتم الافراغ ديالو من المحتوى ديالو. التشريع الجنائي الان كاين مشروع قانون 10-16 اللي كيتناقش في البرلمان واللي تير واحد نقاش ساخن على مستوى السلطه التشريعيه، وكذلك حتى نقاش مجتمعي، لان فيه المقتضيات المتعلقه بالاجهاض واللي في الحقيقه لا تتناسب مطلقا مع ما قدم يعني للمؤسسه الملكيه عندما كلفت جهات معينه من اجل اجراء مشاورات وانها تقدم يعني المقترحات، لان سمعنا كاين حالات اللي انا ذاك اللي غادي ما غيبقاش النوع فيها اللي غيتسمح فيها بالاجهاض، ولكن ملي جينا من اجل ترجمه هذوك الحالات في القانون الجنائي يعني تم التشديد بحال كنعطيو شي حاجه باليد اليمنى وكنعاودو نزعوها بال 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 باليد باليد اليسرى. وبالتالي وهذه مساله طبيعيه بالنظر الى اننا بغينا نحافظوا على نفس الفلسفه الابويه الذكوريه ديال القانون الجنائي، وكذلك اللي هي ما كتنسجمش مع حقوق الانسان اللي التزم بها المغرب في الدستور واللي صادق على العديد من الاتفاقيات الدوليه، وخلينا نفس البنيه ديال القانون الجنائي اللي ما كتعكسش على ان الحقوق والحريات الفرديه هي اولويه عند المشرع الجنائي، وراه هي الاولى بالحمايه من الانتهاكات عن طريق الاجرام، وكنجيو نعدلوا على هذا القانون الجنائي. طبعا غادي يعطينا هذه النتيجه، لان المطلوب هو التغيير الجذري والشامل لهذا القانون الجنائي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.